السلام عليكم، السلام عليكم. بنكمل معكم في إن شاء الكورس الله اوبجكتيفز. زي ما الكورس حكينا اوبجكتيفز في عندي 10% على ديجيتال من الجريد على الهوم ورك و10% على الويزز. الهوم ورك هو جزء رئيسي لتشتغل فيه او تفهم المساق، وعادة اللي بتاخد اسبوع لتسلم الهوم ورك، والمودل بعطيك وقت تبدا تسلم الهوم ورك وقت بعطيك الديدلاين للتسليم. يعني عادة الجزء الثاني تو درايف ديجيتال ابروكسيميشن. هذا النصيحة كيف بدي اشتغله، بدي كنترولر ديزاين يوز مجموعة من ثلاثة لأربعة لينير كنترول سيستم. تعلمنا بعض كيف نستخدم هذا، ايش بيسوي، لو في عندك اي مشكلة بتقدر تتبادلها. تعلمنا كيف نستخدم الراوت فيها وتشوف كيف بتكون تستغلوا وقتكم وكيف تتعلموا من بعض، لانه احنا عندنا هنا شيء مناقشات. هذول الميثود بدنا نعمل، ما فيش مناقشات معناته احنا بدنا انالوج مع بعض. الكويزز هي اداة للمدرس بتدرب هل طلابك ماشيين صح ولا ماشيين في اتجاه الخطا. فانا هذه بشتغل معكم فيها 10 كويزات كل اسبوع على فكره. حكينا احنا قبلها ايش هي الديزاين بالكنترول، بعالم مفتوح له مثلا، او بنعمل الديزاين بعالم او خلينا نعمل الديزاين بعالم الديجيتال. بدنا اكويفالنت وبناء عليه هي فتره الكويز عاده من 5 إلى 10 دقائق، يا اما بنحوله باستخدام الزيت طويله لتدخل على المودل اخرى اللي هي على طريق المودل تقدر ايش ابروش تاخذ الكويز. ولا اخذ معي قطرتين للتحويل كنترول سيستم ودن الآن. طيب إيش بدي إياه من نهاية الفصل؟ وأنا بدي الدرايف ديسكريت تايم ترانسفر أكوردنج تو ذيز سبيسيفيكيشن. لو عندي ديفرنس إكويشن أوبجيكتيف كيف بدي أجيب أيدنتيفايد ديسكريت ترانسفر فانكشن منها؟ يوز يعني عادة ديفرنس ديفرنس إكويشن هي مشابهة للديفرنشال إكويشن. كل إيد بتعرف الديفرنشال إكويشن. الديفرنشال إكويشن هي ريبريزنتيشن لإيز اي سيستم في الاول وفي الاخر. انا بدي عندي سبيسيفيكيشن بعمل الديزاين تبعي بطرق مختلفه، زي دايناميك سيستم في كلاسيكال ميثود، وفي عندي مودرن ميثودز. المودرن ميثودز بتكلم على احصل على ترانسفير بليسمنت والبول بليسمنت عندي طرفين، واحده باستخدام او احصل على ابروتش والثانيه باستخدام الترانسفير فيرست اوردر. بعد ما نعمل الديزاين الان كان نفس الفكره اللي عندي، بس انا بتكلم على بدل ما اتكلم لا على الديفرنشال اف دازنت بي معناته في حاجات بتداعي على الديفرنس اكويجن. اعيد الادجستمنت من الديفرنس اكويجن بقدر احصل على the fundamental objective of the course is to design control algorithm confine system behavior to transfer function for approximate integrator and differentiator specifications inverse transform system تبعي باستخدام الكنترولر implementation of the difference equation. يعني كيف بدك تسوي؟ طبعا grading policy بتكلم على system على شكل difference equation 40% اللي هي اعمال او على شكل اعمال اللي نقول state space مؤمن، أو على شكل quizzes diagram أو على شكل flow graph. عادة كيف أروح من واحد فيهم لهذا الفصل؟ هذه مهمة التوزيع توزيع في الأكاديمية. أعمال فصل 40 derive digital approximation to final عليه controller design اللي بنعمل التالي midterm عليه 10%. في عندي 10 كوزات أنا تقريبا كل أسبوع حيكون سؤال quiz حاجة من هذا الطبيب. في عندكم مسألة homework اسبوعيا، يعني في عندك عادةً مسألة في عندي عدة على طرق لعمل في عندك سؤال حتكلم على هذا سواء باكورد فورورد، في عندك بروجكت بدك تشتغل عليه ترابيزويدال او احيانا الفاينل يعني اكزاكت. في اكثر من طرق عندي نعمل للابروكسيميشن تقريبا جوا الجامعه عليه 60%. الان طبعا لو انتقلنا للمجال ايش الميزه هذه وايش العيب اللي بيطلع عندي او ايش تاثيرها. الان بنلاحظ في عندي لاعب رئيسي، انا اللي بعمل التالي عشان جاكم بزياده او ديجيتال 50% حيكون على الامتحان النهائي و10% على حضورك وتفاعلك معنا. يعني زي ايش لما تطلع على السيستم؟ يعطيكم العالم اللي بنرجع تاني ناخذ بريك وبنرجع تاني. يعني هو تحت نظرك عبر الوقت، يعني فيش اي لحظه انت مش مطلع على السيستم. فعالم الديجيتال او الديسكريت بيختلف. انا عندي معرفه في السيستم بس لحظه السامبلنج، يعني زي ايش؟ زي لو عندي غرفة بدي أعرف فيها كم طالب أو كم نفر في هذه الغرفة. الآن في الكونتينيوس أنا براقب الغرفة على طول يعني باستمرار،
فبشوف مين داخل ومين طالع وبقدر كل لحظة أعرف كم واحد. في عالم الديجيتال أو الديسكريت بتختلف، أنا لحظة ما أفتح الباب بطل في الغرفة بقول قديش فيها، الآن وأنا غايب لو دخل ناس وطلع ما عنديش فكرة عنهم، بس الوقت الوحيد اللي بقدر أقول عنه في لحظة فتح الباب والنظر فيها. لهذا السبب لو كان السامبلينج تايم سلو، يعني أنا بفتح الغرفة كل نص ساعة مثلا، في تغيرات كثيرة ممكن تحصل، بينما لو بدي أفتحها كل دقيقة التغيرات أقل بس إيش مجهود أكبر. وهذا الفكرة في عالم الديجيتال اللي احنا بنتكلم عليه. Derive Ball's transfer function from block diagram of sample data system. Derive zero order hold equivalent of analog plan. Determine time domain property, rise time, settling time, overshoot, etc. from the Z plane ball location. Analyze stability and steady state behavior of sample data system. يعني هذا بشكل أساسي بقول أنا في وضع الترانسفر فانكشن كيف بدي شكل الاوتبوت للسيستم، كيف بدي اعمل ابروكسيميشن. الان عادة في السيستم عندي لو بدي اطلع على البلوك دياجرام بلاقي عندي في كنترولر، في عندي داخل على الكنترولر انبوت وفي له اوتبوت. الانبوت تبع الكنترولر لازم يكون ديسكريت والاوتبوت لازم يكون ديسكريت، او لو بدي اتكلم مور سبيسيفيك الانبوت لازم يكون ديجيتال والاوتبوت ديجيتال. الان الديجيتال هذا بده يروح على مين؟ على البلانت. البلانت وضعه ايش؟ انالوج، فلازم يكون عندي حاجه بتحول من ديجيتال لانالوج، وهذا بسميه ديجيتال تو انالوج كونفرتر، وهذا بنتكلم عاده بنستخدم الزيرو اوردر هولد او نوع من انواع الهولد ليعمل لهذه العمليه. الان الاوتبوت تبع البلانت هو عباره عن continuous او analog. الان لما هذا بدي يطلع بدي اعمل فيدباك له عبر السنسر او فيدباك مباشر للكنترولر. طب قلنا الكنترولر هو عبارة عن ايش؟ الانبوت له ديجيتال، فانا بدي اذا هذا analog بدي analog to digital converter، والانالوج to digital converter بتكون عندي من حاجتين، ايش هما؟ السامبلر والكوانتايزر. يعني بيعمل لي سامبلينج بعده بحول لي اياه، يعني بحوله لديسكريت وبعده بحوله لايش؟ لديجيتال كود. الان الرايز تايم والسيتلينج تايم والاوفرشوت هذول البروبرتي بنقدر نطلع عليها من الاوتبوت. لما نيجي نطلع على الاوتبوت طيب ايش اللي بياثر فيها؟ موقع البول لوكيشنز في السيستم بياثر لنا على هذه البروبرتي. الان موقع البول لوكيشن بياثر على السيستم ستابيليتي، فهذه الشغلات حنتكلم عنها خلال، يعني بتصور انه كل الطلاب اللي بدهم يخلصوا من هذا المثاقب نجاح بدهم يعرفوا ايش تأثير هذه وكيف يعمل هذه الشغلات. Design sample data controller in discrete domain using root locus body plot technique. Design discrete time lead lag controller. Analyze closed loop stability and performance using gain and phase margin. زي ما حكيت عندي تكنيكس بنستخدمهم، هذا الكلاسيكال كنترول. ايش هم الكلاسيكال كنترول؟ انا بتعامل مع الترانسفر فانكشن وبستخدم الروت لوكس فيها، بستخدم البودي بلوت، بستخدم البي اي دي، بستخدم الليد لاج، هذول كلهم تكنيك بستخدمهم في الديزاين تبعي. Design sampling sample data controller in discrete domain using algebraic technique اللي هي بنتكلم، احنا بنتكلم على state space system، اللي هي بنتكلم على deadbeat control، بنتكلم على lead and lag، بنتكلم على PID بس باستخدام الايش؟ state space approach اللي بنتكلم عنها. برضو من الشغلات اللي بتوقعها من أي واحد إنه بيقدر يتعلم كيف يشتغل ضمن فريق وكيف يكون قائد. ويمكن لما حكيت لكم في البداية بدي مجموعات لحل الواجب، هذا بنقصد فيه نعزز هذا الفكرة. Create a project management plan and follow the timeline of the design project. يعني أنا حاعطيكم مشروع تخرج بدكم تعرفوا كيف تشتغلوا عليه، ويمكن الفصل هذا كونه إلكتروني لازم يكون عندك مهارات اللي هي project management
اللي احنا بنتكلم عليه، كيف تدير المشاريع وكيف برضو تستغل وقتك بشكل جيد. الان ناخذ بريك وبنرجع بنتكلم على يعني الديتيل اللي احنا بنستخدمه كيف نمشي في السيستم تبعنا، ويعطيكم العافية.